وكبير بعطائه، والغني بتنوعه المعرفي والثقافي، والبار بجيرانه وأشقائه، والأصيل بأعرافه وتقاليده، الذي أسمع صوته للباصي والداني بلب عطائه وطيب مواقفه. أبى إلى أن يكون حاضراً، لا بل حاضناً لهذا الملتقى وهذا الجمع الكريم، ليستمر في عطائه وإثبات هويته الإنسانية بشكل لافت من خلال هذا الجمع الكريم. دولة الرئيس رئيس الفائز المؤقت راعي الحفل، أصحاب الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والعطوفة، الأخوات والإخوة، الحضور الكرام. إلى شركة السلام للاستثمارات المالية الراعي الماسي لهذا الملتقى الطيب، إذ تتشرف بكم جميعا وتفخر بوجودها بينكم. نتوعد أن تعبر لكم عن بالغ تقديرها وعظيم امتنانها لتلبيتكم دعوتها بالحضور والمشاركة، لتشرف بلقائكم هذا، ولتكون شريكا فاعلا في مجتمعها المحلي والإقليمي والدولي. فقد أخذت على عاتقها رغم ريادتها في سوق عمان المالي أن تكون محطة عبور أردنية أصيلة لمسافريها عبر الأسواق العربية بشكل خاص والعالمية والدولية بشكل عام، برؤية ثاقبة وإدارة حكيمة، قوامها المهنية دقيقة والخدمة المتميزة والشفافية العالية والصدق في القول والعمل، باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتواكب بدورها مئوية الدولة وأنفية الكوكب. دولة الرئيس فيصل الفايز الموقع راعي الحفل، أصحاب الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة والعطوفة، الأخوات والإخوة، الحضور الكرام. إلى شركة السلام للاستثمارات المالية، وفي ظل التغيرات الدولية وتحديات جائحة كورونا، حمانا الله وإياكم والبشرية جمعاء من تداعياتها، وفي ظل التصارع العالمي بالتوجه إلى التجارة الإلكترونية التي أصبحت تحتل هيئة كبيرة من حجم التجارة الدولية الكلية، فإن ونظرا للاهتمام المتزايد بالاقتصادات الرقمية الواعدة، فإن شركة السلام للاستثمارات المالية قد أخذت على عاتقها أن تكون منارة استثمارية واعدة وشريكا استراتيجيا حقيقيا لمستثمريها في كافة مجالات الأسواق المالية والاستثمارية المحلية منها والدولية.